شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بميدان قلعة الشرطة طابور العرض الذي أقيم بمناسبة يوم شرطة البحرين والذي يوافق 14 من ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومعالي رئيس الجمارك والمفتش العام ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام، وقد بدأ الاحتفال بعزف سلام الفريق. ثم قامت فصائل طابور بالمرور أمام المنصة وأداء التحية. بعدها تم تقديم استعراض ميداني للمهارات العملية أظهر كفاءة وانضباط العناصر المشاركة وأدائهم المتميز وما يتمتعون به من جاهزية واستعداد لأداء الواجبات. وبهذه المناسبة رفع معالي الوزير أسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى ويوم شرطة البحرين، معبرا معاليه عن خالص الامتنان والتقدير لما تحظى به شرطة البحرين من رعاية جلالته الكريمة وما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام وما تقدمه من دعم للارتقاء بالأداء الأمني في جميع المجالات، ولمؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء الذي أولى شرطة البحرين عنايته واهتمامه على الدوام. كما أعرب معالي وزير الداخلية عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره للجهود المخلصة لرجال الشرطة وعطائهم المتواصل في حفظ أمن الوطن.